أستاذ عادل شديد من الخليل، حضرتك يعني متابع تماما لما يحصل في إسرائيل وبالتالي وجهات نظر إسرائيل. هل إسرائيل اعتبرت هذه المرة أنها حققت إنجازا انتصارا سابقة من نوعها أن تستفرد بفصيل واحد وأن الفصائل الأخرى لا تشارك؟ بأي معنى إسرائيل فهمت الأمر؟ يعني إلى حد ما ممكن أن تصور إسرائيل أنه عملت انتصار أو أحدثت إنجاز، وخاصة أنه يعني طبعا حديث الإخوان من غزة المتحدث باسم الجهاد أو حماس، هنالك كما تحدث الأخ محمد أنه نتفهم حديثهم، ولكن بالقراءة العامة أعتقد أنه هنالك إجماع فلسطيني أنه في كان خلل كبير في الجولة الأخيرة، عدم مشاركة حركة حماس وجناحها العسكري، مبررات حماس لم تكن مقنعة للرأي العام. إسرائيل الصحافة الإسرائيلية، الخبراء الإسرائيليين كيف برروا ذلك؟ كيف فسروا ذلك؟ الخبراء الإسرائيليين يعني واضح تماما أنه قرار حماس عدم مشاركة كتائب القسام وحماس لم تأتي ردا على أن الجهاد الإسلامي ذهب لوحده للرد بدون استشارة حماس كسلطة موجودة في غزة، وإنما أنه هنالك قرارا لدى قيادة حماس. بكل الأحوال تسريبات الإعلامية العبرية قد لا تكون دقيقة، ولكن تم الحديث حول هذا الموضوع أنه كان في رسائل نقلت من خلال ملادينوف وأطراف إقليمية أخرى ودولية إلى حركة حماس قبيل اغتيال الشهيد بهاء أبو العطاء، وأثناء واضح تماما أنه إسرائيل أرادت ليس يعني فقط مهم جدا أستاذ عادل يعني تقول قبيل العملية وكأنه قبل العملية تم الاتفاق مع حماس. ما هو أكيد أن الإعلام العبري الموجه بشكل مباشر من المؤسسة السياسية المسيطرة على السلوك والمفاعيل الأمنية تهيئ الرأي العام الفلسطيني والإسرائيلي منذ شهور لاغتيال بهاء أبو العطا، وأن يكون اغتياله عنوان لجولة أو مرحلة جديدة. هذا موضوع لم يكن خافيا، وتحدث الدكتور سفيان حول هذا الموضوع. يعني نحن كمتابعين لما يحدث في إسرائيل كنا متوقعين تماما ما حدث مع الشهيد بهاء أبو العطا، ولكن لم نكن نتوقع التوقيت. الآن ما هو أكيد أنه نقلت رسائل لحركة حماس، سلوك حركة حماس ومحاولة التبرير في ظل غياب خطاب فلسطيني مقنع لعدم مشاركة حركة حماس، أعتقد أنه يجعل العقل الفلسطيني يستوعب أن هنالك خلل. وبالمناسبة الذي دعم الرواية الإسرائيلية حديث الأستاذ زياد النخالي عندما أجريت معه مقابلة مع إحدى الفضائيات، وتحدث بشكل واضح أنهم لوحدهم الآن بالقتال وبالمعركة إضافة إلى مجموعة من الفصائل الأخرى في قطاع غزة. أنا بتقدير أنه إسرائيل أرادت مسألتين وهي الخطورة بالموضوع. بالمناسبة إذا كانت حركة حماس أخطأت في عدم المشاركة، أيضا حركة الجهاد الإسلامي أخطأت في أن تذهب للقتال والمفاوضات مع إسرائيل من خلال المصريين وغيرهم بشكل مباشر. لسنا قبائل الشعب الفلسطيني وحركة الوطنية الفلسطينية كفانا انقسامات. موضوع تجربة حماس وفتح والضفة وغزة يجب أن تشكل لنا درسا كبيرا. أعتقد مع كل احترام للإخوان في غزة من حماس وجهاد إلى أن ذهاب الجهاد الإسلامي للمعركة لوحدهم، والأخطر من ذلك ذهابهم أيضا للمفاوضات مع إسرائيل لوحدهم، هذه سابقة تصب في مصلحة الإسرائيلي.